صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. هل بعد موقفنا على يبريني أحظى بطرف بالدموع ضنيني واد إذا عيانت بين طلوله أرخيت طرفي للظباء العيني وقفوا به حتى إذا ما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني فكأن يوسف بالديار محكم وكأنهم بصواعه اتهموني ويلا من قوم أشاءوا صحبتي من بعد إحساني لكل قرين ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الأولى في كربلاء رفعت مصاحفها اتقاء منوني رفعت رؤوس بني النبي مكانها وشفت قديم لواعج وضغوني الواسبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين في طول نوح دائم وحنين
ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والطهر تدعو خلفهم برنين خلوا ابن عمي او لا اكشف للدعاء راسي واشكو للاله شجوع ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرة وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه قل على العدا أبتاه هذا الزامر وعجله تبع وما أللنا أسعنها أروني رجعوا إليها بالسياط ولوعوا حولت وجهها إلى القبر سطرت على القياح ذبني من الناس ما واحد حشمني بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة
وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من أهم النقاط اللي يؤكد عليها القرآن الكريم في أكثر من مكان ومكان مسألة انتزاع الشعور بالعرقية من أذهان الناس، لأن الحقيقة الناس يميلون إلى التمايز. يعني تعرف هذه هي تكاد تكون جبلة، يعني فطرة عند الإنسان. الإنسان يحب التفرد بالكمال. يعني أنت الآن لما بعض الناس لما تمدح يما واحد ثاني يتضايق، لأنه يريد هو الكمال إله بس. شبه لي زين، يعني يتصور أنه ما أكو حتى ولو يكون عنده نقص هو، لكن يتصور ما أكو واحد أفضل من عنده، أن هو المميز، أن هو أحسن من غيره. حتى إذا أخطأ يلتمس إلى أخطاء مبررات، إذا غيره يخطئ لا يحاسب حساب عسير، لكن هو إذا أخطأ لا يلتمس مبررات لأخطائه. أنا إنما أخطأت مثلا مو قاصد، أو أكو ظروف اضطرتني، أو إلى آخره. يعني هاي كلها تصدر عن نزعة تكاد تكون فطرية عند الإنسان، أنه يحب التفرد عن غيره بالكمال، بأسباب الكمال. هي إذا ما بيها أي بأس إذا تأخذ طريقها الطبيعي، ما بيها أي بأس، جدا زينة أن الإنسان إذا صار عنده شعور واعتزاز بنفسه ويحب يتفرد بالكمال يبعد بنفسه عن الرذيلة، يبعد بنفسه عن الهبوط، يبعد بنفسه عن الأشياء الرديئة. جدا جيدة هاي، لكن أحيانا لا تأخذ شكل مفرط. ومعنى شكل مفرط يعني تتحول عنده إلى عجرفة، تتحول عنده إلى أنانية، تتحول عنده إلى شعور بالتعالي على باقي الناس، أني أنا أفضل من غيري. هذه هي الخطأ، هذا هو الخطأ بنفسه. زين، الإنسان الواقع ما تكمل إنسانيته إلا إذا شعر بأن إنسان مملوء نقص. أنا أقول لك يعني غاية الشعور بالنقص بداية الشعور بالكمال. نبه، يعني إذا الإنسان وصل إلى درجة شعوره بكمال نقصه ذاك الوقت هاي بداية كماله. يعني تقدر تقول عنه كامل، لأنه يحس بعيوبه، يحس بأخطاء. طيب، اجى القرآن الكريم لهالمعنى يضرب على هالوتر. الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني انتم كلكم ترجعون إلى مصدر واحد، إلى أب واحد، والأجزاء اللي تكونت من عدها يعني كياناتكم كلها أجزاء موحدة، كلها واحدة، يعني ما تفرق أبدا. المادة اللي يتكون منها الإنسان هي عند كل إنسان. الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة. جيد، خلقكم من نفس واحدة، طبعا المقصود بها آدم، المقصود به آدم. الآية تقول وجعل منها زوجها، شنو المقصود؟ شوية تنبه لي أنا، دني البحوث ذات العلاقة بهذا الموضوع سبق أنا أشبعتهم، لكن أكو عندنا بحث هنا مهم شوية، خلي نلتفت لليلة. كأنه آدم عليه السلام طبعا نبي، زين، آدم نبي، والنبي قطعا يعني جزء كبير من وقته يكون للعبادة، جزء كبير من وقته يكون لعبادة الله. هسا العبادة تأخذ أشكال، يعني مثلا إحنا عدنا بالإسلام العبادة أفرض صوم، صلاة، حج، زكاة، مثلا أعمال خير. هاي العبادة تأخذ أبعاد، بعد مادي، بعد معنوي، بعد لفظي، بعد عملي، مثلا أبعاد مختلفة. في عند موسى شنو؟ في شريعة موسى أكو أنماط من العبادة أخرى، في شريعة عيسى أكو أنماط من العبادة أخرى، في أيام داود، في زبور داود أكو أنماط من العبادة. في أيام آدم عليه السلام شنو كانت عبادته؟
ما يعني بالتفصيل ما يذكرها المفسرين، بس قطعا شريعته أو بالأحرى التعاليم اللي نزلت إلى بها عبادة. شنو نوع العبادة ما يعنيني، لكن تهمني نقطة واحدة، تهمني أكو نزاع عند الفقهاء وخصوصا عند فقهاء المسلمين، أنه ياهو الأفضل الإنسان يتزوج وينشغل بمشاكل الزواج، لأن تعرف الزواج وراء مشاكل، أولا راح باله ينشغل، ثانيا راح يصيرون عنده أطفال، ثالثا راح يصير مكلف بأسرة، رابعا راح تعترض عوارض أخرى بالنسبة للأسرة، إذن كل ينشغلنا. ياهو الأفضل يبقى منفرد بدون زواج ينصرف للعبادة، يو لا يتزوج. نبهلي هاي النقطة يثيروها دائما الفقهاء. طيب هذه اللي يثيروها الفقهاء الواقع الجواب عليها واضح، الجواب عليها أن الزواج أفضل. ليش؟ نبهلي خلنا نجي إلى النقاط اللي نشوف شنو الفقهاء يرسموه، هم يرسمون نقاط كثيرة نأخذ أبرزها. أول دليل يستدلون به يقولون أن الله عز وجل لو كان التبتل للعبادة وللنوافل أفضل لكان الباري عز وجل ما أمر أنبياء بالزواج ولا مدحهم على الزواج. يعني إحنا نعرف أن الأنبياء تزوجوا، الله عز وجل أرسل رسل وجعل لهم أزواجا وذرية. طيب فلو كانت العبادة أفضل يعني التبتل بالنوافل أفضل لما كلف الله أنبياءه بأن يتزوجوا، أو بالأحرى شرع لهم الزواج، وفرض الزواج ما كان يمنعهم من العبادة ومن التبتل، لكن خو أكو وقت يأخذ الزواج. طبعا النبي كان يقوم بحاجات أهله، يطلع لي برا يشتري لأهل الطعام، يشتري لهم الأحطاب، يشتري لهم الملابس، يقوم بأعمال بيته بأعمال أسرته، في نفس الوقت يرجع للبيت، من يرجع للبيت في داخل البيت ينشغل مع أهله أفرض مع ذريته، هذا الوقت كان يمكن يصرفه بالعبادة. فلو كان الوقت المخصص للزواج أقل ثواب من العبادة لما شرعه الله للأنبياء، الله عرض الأنبياء للزواج. أي نقطة، نقطة أخرى ألفت نظرك، موسى عليه السلام لما تزوج ابنة شعيب شنو كان المهر؟ هاي المسألة يثيروها الفقهاء، يثيروها بأن المهر قد يكون نقد وقد يكون عمل، وأيضا تدخل هاي المسألة أيضا في البحوث الاقتصادية، لأنه العمل هل هو مال أو لا؟ أخر مو إحنا المفروض أن الزوجة يعطوها مهر ما يتمول، ما يتمول يعني ما يكون إلى مالية، فهل العمل يعتبر مال أو لا؟ طبعا مال العمل، بل بالعكس أزيدك، أي مال، أي مال من الأموال سواء كان نقد أو كان أثاث أو كان عقار، كل مال إذا ما يجي من عمل الإسلام يعتبره غير مشروع. صحيح. لازم يجي من عمل، فإذا ما إجا من عمل معنى ذلك أن مال غير مشروع، مأخوذ ما مو مأخوذ من طريق صحيح. إذن المال في واقع الأمر العمل مال. زين خلينا نشوف شنو المهر اللي افترض شعيب عليه السلام على موسى. المهر اللي افترض شعيب على موسى 8 سنين، وقال له إذا زودتها سويتها 10 هذا يكون من عندك. وبالفعل كان مهر زوجته عمل رعى أغنام شعيب 10 سنوات. نبالي طيب هاي 10 سنوات اللي انشغل بها بالرعي مقابل مهر الزواج لو صارفها إلى التبتل والعبادة، لو كان التبتل والعبادة أفضل لكان الله عز وجل ما عرض للزواج ولا مدح على الزواج. فلما 10 سنوات هي عبارة عن مهر زوجته، إذن الله عز وجل جعل الأنبياء عرض الأنبياء إلى الزواج لأن الزواج أفضل. 2 3
لو لم يكن الزواج في هذا المورد أفضل من العبادات النوافل، طبعا الواجبات خارجة لكن النوافل لو لم يكن الزواج أفضل من عبادات التنفل لولا ذلك لا شنو لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالزواج حتى يباهي بأمته الأمم. شنو عندنا الرواية؟ تناشلوا حتى أباهي بكم الأمم ولو بالشقط. هسا قد يقول لي واحد زين حتى أباهي بكم الأمم ولو بالشقط، يعني الآن احنا عندنا مشكلة، يعني كثرة النشل هي المطلوبة، لو المطلوب من عندها الكيفية مو الكمية. يعني بتعبير آخر، الآن إذا تحط لك فد 50,000 بكتر وتحط لك بهج جانب فد مخترع من المخترعين، ذول 50,000 أميين مقابلهم مخترع يغير وجه الدنيا، ياهو الأفضل طبعا يقول لك المخترع اللي يغير وجه الدنيا أفضل جد، لكن هل معنى ذلك أن الإسلام عندما أمر بكثرة النشل ما راد من عندنا أن هذا النشل نهذبه ونعلمه؟ لا طبعا رادها من عندنا، إحنا ناس يعني مثلا قصرنا في أداء واجبنا، وإلا ماكو ملازمة بين كثرة النشل وبين الجهل. يجيك واحد يقول لك شو علم شيخنا قحط والناس ايش قد اكو عندنا، لكن شو يساوون ما يساوون صفر وعد باوروبا اكو فلان وفلان وفلان. ارجوك هذا ما له علاقه، ماكو ملازمه بين كثره النشل وبين ان هذا النشل مثلا مو مثقف ما متعلم، لا بوسعك تجمع بين الاثنين، هم نشل كثير وهم مثقف، هم نشل كثير وهم مثقف. وما اعتقد انا اكو دين دفع الناس للعلم وحثهم على العلم مثل الدين الاسلامي، اطلب العلم من المهد الى اللحد. يعني بس يعني شو يسوي، يعني ارجوك الفرد من عندنا شو يسوي اذا كان الاخرين تهيأت لهم ظروف، فكوا عيونهم لقوا امورهم المعاشيه منظمه ولقوا العلم يلاحقهم ويشايرهم في كل مكان حتى في اماكن العمل، العلم يلحقهم حتى في اماكن العمل. احنا شو نسوي سادته؟ احنا الحمد لله الله رزقنا في بعض بلداننا الاسلاميه واحد لحقك على جلدك يريد يقلع جلدك من عندك، شايف؟ شو نسوي يعني نصيبنا يعني شنو اللي نسويه يعني تامل اذا مو تقصير من الامه هذه، يعني ممكن الجمع بين الكثره وبين ان تكون هالكثره مميزه مثقفه مهذبه. وأنا أكد لك المجتمع القرآني اللي رسمه الله عز وجل للقرآن مجتمع يسمو بالإنسان، لكن مع شديد الأسف يعني سوء الأفهام أحيانا والتباطؤ أحيانا والعوامل الخارجية أحيانا أدت إلى انحطاط الأمة. وإلا تفضل يعني أثر من آثار العرقية، أنت لما تأخذ الآن عينة من المخ الشرقي وتحطها يا معينة من المخ هذا اللي يقولون هو صنع الحضارة المخ الأشقر ماكو فرق، عين نفس الشيء ماكو أي فرق تماما بالضبط، الإنسان أخو الإنسان. لكن كلها دعاوى، هذا قدر إلى أن يكون بمحيط، المحيط رباه، جماعة مثلا صاروا بمحيط ما تربوا، فمو مشكلة أن يجي واحد يقول لك هاي نعالجها، نعالجها لهالمشكلة بقلة النشل. نبه لي، وهي معالجتها بقلة النشل بأي دافع؟ مرة نعالجها بقلة النشل بدافع خاف هاي حلوك تكثر يشبعها بعدين، من اللي يشبعها؟ شبعها الله، الله اللي خلقها، ماكو واحد الله عز وجل يفتح له حلق ما يجعل له طعام، احنا حرامية شي تنهب شي وإلا الله عز وجل مستحيل يفتح فم ولا يضع له طعام، ما ممكن، الذي يشق فمك يتكفل بطعامك. في المعالجة الآن اللي منصبة، يعني مثلا هيئة الأمم المتحدة أفرض تستعمل برامج وتضع مناهج لتقليل النشل، لتحديد النشل، تنظيم الأسرة يعني هذه البرامج اللي تضعها بأي دافع؟ مرة بدافع الرقي بالإنسان، لا هي مو بدافع الرقي بالإنسان،
لو كان هيئة الأمم المتحدة عدها صدق يعني ولع برقي الفرد الإنساني، عدها يعني هدف وهو رفع مستوى البشر، لكان خلصت البشر ممن يؤخرهم، ممن يقتل البشر، ممن ينهب البشر، وهي تقدر مو ما تقدر. زين، لكن المسألة مو هاي واقفة بعينها، واقفة أنه خاف دول يكثرون، وإذا كثروا يصبح الطعام أقل من الأفواه. زين، أنت إذا خايف على الطعام ليش تحرق الزايد في مجتمعاتك؟ أنت الآن لما يصير عندك طعام وزايد، بدل ما تطيل الأفواه الجايعة يجمعوه يحرقوه. ليش؟ يقول لك حتى لا يتأثر قانون العرض والطلب، إذا عرضنا بالسوق أكثر من المطلوب راح ينزل سعره، وإذا نزل سعره ما راح يصرف. وين راح العامل الإنساني؟ وينه؟ على العموم أرجع، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حتى أباهي بكم الأمم، يعني هدف من أهداف الزواج أن النبي صلى الله عليه وآله يباهي بكم الأمم. زين، بعد من أهداف الزواج تعرض الإنسان إلى أن تكون له ذرية من البنات حتى يثاب عليها. بل التفت لي شوي لهالنقطة، هاي النقطة احنا عندنا بالعكس نوقف منها موقف عكسي. احنا الرواية تقول من رزق بنات فأحسن إليهن وصبر عليهن، نعم، كن له سترا من النار. نبه لي، كن له سترا من النار. احنا معكوشة، اذا واحد تزوج وافرض اجت ما الله رزقه ولد، اجت بنت اثنين ثلاثة، انصب البلاء على راسها المسكينة هذه. انت شنو؟ انت مرة لو خان ما البنات شنو؟ يعني شنو هاي؟ شنو ذنبها هي؟ مع العلم انا الفت نظرك، ترى اللي يأثر على نوع الجنين، اللي يأثر على نوع الجنين مو الأم، الأب هو نفسه، الصبغة مالته هو نفسه. إيش شوية ما أريد أدخل في بحث ما يهمنا، بس أبين لك على إجمال، ترى الولد الأب هو اللي مسؤول عن نوعية الجنين مو الأم. فمو أن هذا الآن إذا المرأة ولدت بنت كان بناءها يعرف سابقا في تاريخ العرب، إحنا إجانا هذا دعبل علينا، هذا ميراث اجتماعي اجانا من الجاهلية، كان اذا اجت بنت اصلا يهجر خباء زوجته، يهجر خباءها ويعرض عنها ويحول خباءها. وهذه الصورة اللي تتصورها انت، الصورة ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم لسوء ما بش، يعني الله اكبر شنو اللي صار؟ والمفروض شوف الإسلام كيف يستقبلها، الإسلام على العكس، يعني مشى مع المرأة من المهدي إلى اللحد. والحال أعداء الإسلام ده يحشون ليل نهار، أعداء الإسلام يحشون ليل نهار بذهن المرأة أن الإسلام ترى أهانج، ترى يجعلك نص بالميراث، ترى يجعلك نص بالشهادة. طيب أنت تشوف شنو السبب نصب الميراث؟ نصب الميراث طبعا لأنه معفية من التكاليف، والتكاليف كلها على الرجل، فالرجل هو يتحمل. نصب الشهادة لأنه المرأة كيان عاطفي ويتمر عليها أدوار نفاس، أدوار عادة شهرية، أدوار وضع، أدوار كثيرة. هاي الأدوار تخليها تتأثر عاطفيا، المرأة عندها شحنة من الرقة، لأن المفروض المرأة مخصصة للأسرة، والأسرة تريد جو مملوء حنان ولط، وتريد جو مملوء عفة ومملوء ذوق، وهذني كلهن مرتبطات بالعاطفة. فلذلك وإلا مو مسألة أن هذه أقل فضل من الرجل فالرجل يفضل عليها، أبدا مو عملية تفضيل بالمرة. فيحشون بها المرأة، الواقع وقف الإسلام إلى جانبها من طفولتها. أولا بشر الأب بأنه إذا صبر على لأوائها وأحسن إليها كانت له سترا من النار.
إذا رفع الطعام لوجه الله لفم زوجته يعني يشبعها وهو يريد عفافها، يقول هذا من الأعمال التي تقربه إلى الله وتضاعف أجره. زين، فهذا شو وقت يجي هذا المعنى؟ من أين هذا يجي المعنى؟ طبعا إذا تزوج يعرض إلى الذرية، وإذا عرض إلى الذرية وتزوج طبعا هذاك الوقت يكون عند الذرية، ومن جملة الذرية البنات. بعد من أهداف الزواج تعديل التوازن في سلوك الإنسان. شو التفت لي زين؟ هذا الإنسان إذا شغلت الغريزة الجنسية ما راح يتفرغ تفرغ جيد للعبادة. تعرف شو أقول؟ يعني ولذلك الرواية شو تقول عندنا؟ الرواية تقول شر موتاكم العزاب. هذا إذا مات وهو أعزب طبعا أنت هاي غريزة عنيفة، هي تأثر على تفكيره، تأثر على تصرفاته، تأثر على كثير من سلوكه، ها؟ حتى من عفته. أرجوك إنسان يعني إنسان دم ولحم ومشاعر، إذا ما عنده زوجة عفته تتعرض للهدر. ولذلك ألفت نظرك، إحنا عندنا بالفقه الجنائي، بالفقه الجنائي إذا الرجل أفرض متزوج ومارس الزنا، إذا هو غايب زوجته مو يمه ما يقام عليه حد الرجم، يجلد. نبالي لأنه زوجته مو يمه يجلد. لكن إذا لا مارس الزنا وزوجته إلى جانبه، لا، هذا يعتبره معتدي على البشرية، يقام عليه يرجم. يعني مأخوذ بنظر الاعتبار عنف هذه الغريزة، غريزة عنيفة. الإنسان يجب أن يمتص عنف هذه الغريزة وين؟ بالزواج المشروع الصحيح. لأن الزواج الصحيح المشروع ما في شك أن ستر للإنسان، يستره، خفف من غلوائه. وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قاعد يوم من الأيام ويما مجموعة من المعاصرين إلى، مرت امرأة جميلة فطمحت أنظارهم إليها، فقال التفت لهم الإمام قالهم من رأى من امرأة ما يسره فليرجع لأهله فإن عنده ما عندها. قال لهم شوية خلوا أعينكم نظيفة، نبهوا رجعوا إلى أزواجكم، احتفظوا بهذه النظرة لأزواجكم، لأن ما عند هذه المرأة عند تلك المرأة. الإنسان شوية إذا سيطر على عقله، أما إذا لا والله هد الحبل إلى غريزة يتحول إلى عبد من عبيد الغريزة، تستعبده الغريزة. فكون التبتل يعني أفضل من الزواج، لا غلط. ولذلك في اليوم امرأة طبت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قالت لي ابن رسول الله أنا جايتك بقضية. قالها قولي. قالت له أنا أريد أن أتبتل. قال له يعني شنو تتبتلين؟ قالت له يعني أريد أمتنع عن الزواج. قال لها أخرجي، لو كان ذلك فضل نعم لسبقتك إليه فاطمة، أنت مو أفضل من فاطمة. نعم، صلوات الله عليه فاطمة بنت محمد لو كان هذا فضل لسبقتك إليه. لكن فاطمة تزوجت وأخذت حياتها الطبيعية، صار عندها أطفال مثل باقي الناس. فمنو قال لك أن ترك الزواج هذا أفضل من الزواج؟ منو اللي خبرك هذا؟ قال شيء انحراف، لأن لا رهبانية في الإسلام، ما عندنا هالرهبانية، عندنا الفطرة. الله عز وجل جعل دينه دين الفطرة، ومن الفطرة إشباع الغرائز من الحلال. أي غريزة عندك تشبعها من حلال هذه عين الفطرة، هذا الانسجام مع روح الفطرة. قال منو قال لك أن هذا فاضل أنك أنت لما تركين الزواج هذا يكون أفضل من الزواج؟ لا، هذا غلط، هذا غلط، خطأ. ولهذا هسا يسأل سائل
يقول إذا كانت الغريزة ممكن إشباعها بامرأة، طيب ليش هالشعار هذا عند المسلمين؟ هاي قبل أسبوعين ثلاثة صدر فد بحث أيضا عند كاتب ماركسي، طبعا ذولا بعدهم إلى الآن يضربون على ذاك الوتر، ماكو ما الماركسية شاه صارت الله يرحمها، وبعدهم ذولا مجلبي لها اتأمل هاي أشبه شيء. يقولون احنا كنا نضرب مثل نقول اثنين يلزمون حبل، واحد منا واحد منا، وتجي الأغنام، أول وحدة تشوف الحبل تطفر، ثانية هم تطفر، الثالثة تطفر، وخر الحبل الباقين هم يظلن يطفرن نفس الشيء. عينا ذولا على الريحة، يا أخي أرجوك شأت. يجي ينقد الإسلام بيش؟ ينقد الإسلام بهالشعار، يقول لك هذول شعار جنسي عندهم، المرأة ممتهنة، اشتعوى الرجل هالقد إلى حق أن يتزوج والمرأة ما إلى حق أن تزوج؟ ليش ما تزوج المرأة بقد الرجل؟ يقول لي طيب مو أنت تريد تسوي أسرة، إذا المرأة تزوجت من أكثر من واحد يمتى أنت راح تسوي أسرة؟ تعرف هذا ابنك لو ابن ذاك؟ ها؟ تعتني بابنك بعد؟ تهتم بأسرتك؟ تقدر تطارد تجيب من حلال وحرام تشبع ذولا؟ ها؟ تقعد تفكر يعني، انت تقدر تصلح الطبيعة؟ يلا غيرها للمرأة، خليها ما تحمل، ها؟ خلي الرجل يحمل اقلبها، هم تعد المشكلة تريد نفس الشيء عينها. مو يعني مو تصرف شيء كلام فاضي، أولاً بعدين الإسلام منو قال لك أن أباح التعدد؟ نعم، إباحة بدون مراعاة جانب من الجوانب، احنا من راعي الجوانب، وإلا المشرع فتح الباب لحالات ثانوية وما راد يقيدها للإنسان. يا صحيح، لأن أنا أقول لك شمل الأسرة ما ينتظم بالتعدد، يخلق مشاكل إلا الحالات الاضطرارية جدا، امرأة ما يصير عندها طفل ومضطر يريد الزواج حتى يجي طفل، أكو حالات معينة. على كل هذا مشبع في وقته، بس دخل نرجع. إذن الآية شو دلتفت؟ الآية تقول وجعل منها زوجها، شنو العلة؟ ليسكن إليها. نبه لي، يعني الحقيقة الحياة، حياة الإنسان ما تتم وما تصبح حياة سوية منتظمة وفيها سكن، يعني نوع من التناغم، إلا بالأسرة، يعني الزوج والزوجة، لأن الزوجة مو مجرد غريزة، لا، شريكة في الحياة، تعين على النوائب. مو الحديث يقول ما رزق المسلم من بعد الإسلام بأحسن من زوجة مطيعة تحفظه إذا غاب عنها، إلى آخر الرواية. الواقع هي أكبر نعمة من نعم الله عز وجل على الرجل أن يكون عنده سكن، وعلى المرأة أن يكون عندها سكن، لأن الله عز وجل جعل الأسرة تنبع من هذه العلاقة، من هذا التزاوج. انطلاقا من هذا خلي نشوف أن في واقع الأمر أكو بعض الأشخاص، أكو بعض الأشخاص اختار الله عز وجل لهم القمة في السعادة عن طريق اختيار الأزواج. تأمل، يعني أنا أكد لك أن الإسلام مدين بكل أبعاده، الإسلام مدين بكل أبعاده لزواج النبي من خديجة، وإلا كان ممكن يتغير وجه التاريخ كله لو تزوج في بدء الإسلام غيرها، لأنه هي اللي وضعت كل طاقاتها في خدمة الإسلام هاي المرأة، ها؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا ذكرها يهتز لذكراها، يهتز اهتزاز، يطب إلى البيت يذكرها، يخرج من البيت يذكرها، إلى أن فد يوم وحدة من النساء قالت ليش دعوة امرأة حمراء الشدقين رزقك الله خير منها؟ قالها لا، إن الله لم يرزقني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، رزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد شائر النساء، إلى آخر الرواية. فهذه المرأة الواقع هالاختيار، شوها الاختيار،
هذا الاختيار ذل العقبات في طريق الإسلام، شاقت جميع ما عندها. ذول الاثنين أأكد لك بنوا دعائم الإسلام الأولى، ركائز الإسلام، خديجة وأبو طالب رضوان الله عليهم صلوات الله عليهما. ها الواقع هذا الرجل يعني لولا موقف أبي طالب ذلك الموقف، أنا أتخطر أول عام ذكرت لكم يمكن بهذا الديوان، وقفت على فتوى لبعض علماء الأزهر وجزاهم الله خير، أمزل خش فتوى، فتوى شنو؟ قالوا بغض النظر عن هالنزاع والصراع الموجود بين المسلمين حول وضعية أبي طالب، هل أن مات مسلم أو ما مات مسلم، بغض النظر إذا واحد ذكر أبو طالب بسوء قطعا رح يسيء للنبي ورح يتأذى رسول الله، وعليه ابتعادا عن أذية رسول الله لازم إذا نمر بتاريخ هذا الرجل نوقره. وش فتوى منصفة جيدة شوية هاي، ها؟ لأنه الواقع بعض الفتاوى أفرض ما تحط إصبعها على الدنبلة. يا أخي أرجوك، أنا أبو طالب مو شخص أقعد أدور له دليل أقول أسلم أو لا، ما له معنى واحد يضحي بأربع أولاد من أجل ابن أخوه لو لم يكن عنده إيمان ابن أخوه، أربع أولاد حاطهم تضحية إلى يخليهم ما يذوقون النوم للصبح ويحرس النبي خاف واحد يعتدي على أنا، ليش يعني لو لم يكن عنده عقيدة؟ شنو معنى أنا ابن أخوي أقدم على أربعة من أولادي؟ شو معنى؟ شلون يعني؟ يعني بأي دافع؟ بأي قانون؟ قانون الغريزة غير هذا، قانون الاجتماعي غير هذا، لو لم يكن هناك عقيدة. بعدين هذا الرجل اللي يصيح ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، اللي يصيح بكل قصائد، بكل قصائد، اللي يوقف يذود عن الإسلام إلى آخر لحظة، اللي ينزل جبرائيل على النبي في اللحظات الأخيرة، يعني لما توفى أبو طالب وتوفت خديجة يقول له أخرج من مكة فلم يبق لك بها ناصر. طبعا هذول الاثنين، هالحماية من أبي طالب وهالموقف من خديجة، اختار الله لنبيه هذه المرأة لتؤدي دورها في خدمة الإسلام. بعد واختار الله لعلي هذه المرأة، اختار لفاطمة، وكان اختيار الواقع اختيار كان مثير لكثير من الجدل، لأن مجتمع قريش مجتمع نشأ وترعرع على توقير الإنسان بحسب ما يملك، مجتمع مادي ايش كثر عنده، ولذلك لما الصحابة أثرياء الصحابة كلهم اجوا إلى النبي يخطبون منا فاطمة، أي واحد يجي له يقول له أمر فاطمة غير راجع لي، أمرها بيد الله عز وجل، إلى أن لما ألحوا عليه تألم النبي قال لهم شوفوا من ذكر أمر فاطمة عندي شكوته إلى الله، لا أحد من عندكم يضايقني، إن أمرها غير راجع لي. وفعلا ظلت على هالهيئة إلى أن جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، إجا علي بن أبي طالب آنذاك، ما مثل ما يقول الشاعر لا يألف الدرهم المشكوك سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، كان الواقع الدخل الأموال من هنا تخرج من هنا، لا يكاد يرجع إلى بيته وبيده شيء من الأموال، كل الأموال على ديدنا إلى آخر حياته، هو هذا أسلوبه، هو هذا. تدريش خلف يعني تركه 700 درهم، ذني مجموعة عجلهن من عطائه 700 درهم. فمثل أضرب لك بسيط مولانا الزبير، احنا ما نجي للي تأخروا عنا، يعني إذا أريد نجي اللي تأخروا عنا بأيام العباسيين وخلفوا مئات الملايين، قد يقول لي واحد الوضعية تختلف، هذا الزمن غير ذاك. فضل الزبير وطلحة، طلحة واردة من بساتين العراق كان يومية 1000 دينار بس من البساتين كان. مات يعني أكو بعض الصحابة ماتوا عند من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، عبد الرحمن بن عوف كذلك نبه لي. الزبير خلف على مربطة 1000 فرس غير النقود غير فلة. علي بن أبي طالب ترك له مدرع ثوب
أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى. ويقول له واحد: آلاؤك البيضاء طوقت الدنا، فلها على ذمم الزمان ديون تكسو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع العرنين. خلق أقل صفاته ونعوته، أن الجلال بمثله مقرون. زين، هذا الرجل كل ما عنده اللي تركه، ولذلك صارت ضجة عند قريش أنه شنو هاي فاطمة تتزوج رجل لا يمتلك الرغيف. اجت فد يوم هي دخلت على النبي قالت: يا رسول الله، نشاء قريش يعيرني يقول أن أبوك زوجك إلى رجل لا يملك شيء. قالها: اذهبي، لقد زوجتك خير الناس من بعدي. قالها: ارجعي. فالزهراء صلوات الله عليها تقدم علي إلى خطبتها، لما أقدم على النبي شار راسه إليه، قال: ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، الحياء يمنعني. قال: لا، قل لي. قال: جئتك خاطبا منك ابنتك فاطمة. قال: الله أكبر، الآن جبرائيل كان عندي، أمرني أن أزوج النور من النور. قلت: من ممن؟ قال: زوج عليا من فاطمة. اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. والنبي بنفسه هو عمل لها جميع الأمور اللي تكون متعلقة بالزواج كله، يعني كل لوازم العرس رسول الله بنفسه طبقها، هيأ هودجة، أركبها، حشد الصحابة كلهم إلى جانب الهودج يتولون زفافها، أمسك بيده زمام الهودج أنزلها إلى الأرض. كل هذه نعم صنعها رسول الله هو بنفسه، وحشد الصحابة وحشد نساء وأقبل بها، وكان يأنس يريد هالبيت هذا اللي بيه فاطمة، هالحجرة. كان يشيل راسه دائما إلى السماء رسول الله من يطب إلى بيت فاطمة، لأن ما كنت من محراب، هذا باب بيتها رأسا من المحراب، شد الأبواب إلا بابه، يدخل إلى هذا الباب ويرى فاطمة في يريد يملأ هالبيت فرح غبطة، يريد يملأ هذا البيت نعم أنس وسرور، ويوقف على باب البيت ويدخل إلى البيت يقول: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهما الرجس وطهرهما تطهيرا، اللهم أخرج منهما النسل الطاهر. يومي يملأ البيت غبطة، يطب إلى البيت ملأ بنوره، ببشمته، بإشراقه، بجلوسه إلى جانب فاطمة. أحيانا بعض المؤرخين يقولون يعينها على إدارة الجاروش، يدير الجاروش بيده، كل ذلك يريد بعث السرور في نفس فاطمة بهالبيت هذا المملوء نور. مر هذا البيت، مرت عليه فترة من بعد وفاة رسول الله، ايش كثر هاي الفترة اللي مرت عليه؟ الشا واحد يقول 6 أشهر من المؤرخين، آخر يقول 3، وآخر يقول 75 يوم، وآخر يقول 40 يوم هي الفترة اللي عاشتها. بس شلون عاشتها الزهراء؟ كانت تدخل إلى البيت، شوف البيت مظلم، ما فيه بشمات رسول الله، ولا في البيت لمساته، نفس أبيها اللي كان يتردد في ساحة البيت حرمت من إشراقة وجهه الكريم، حرمت منها. فكانت تدخل إلى البيت، بيش ترجع؟ ترجع تستجير بدموعها بنفس التي لهم عزوا جوارها، ولا تركوها تستجير بدمعها،
رأوها تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي، فجدوا بمنعها ومذ ألفا تظل الأراك، لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقطعها. وطلعت منها البيت والحزن يملأها، وبعد زودت للبيت ألم، زودت للبيت وحشة وحزن. كان الإمام أمير المؤمنين لا يكاد يهدأ بالبيت، وين يطلع يعوف للبيت يجي إلى بيت الأشاش إلى قبرها، يوقف على قبر فاطمة يجلس يخط الأرض بأنامله ودموعه جارية. راغل لا الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقاد فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. أملي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والتسع من ضراريها، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.